دلوقتي حول موضوع المغرب فرنسا، تاريخ مشترك وتحديات مشتركة. مراسلة لفائدة القناة الثانية، تحرير خالد نجدي. العلاقات المغربية الفرنسية تحدث أخبارها بمعهد العالم العربي، حيث أشار مؤرخون وباحثون ودبلوماسيون إلى أن بين الرباط وباريس إرث تاريخي مشترك وصلات دبلوماسية عريقة وأواصر صداقة وروابط يطبعها التعاون والاحترام المتبادل. الروابط بين المغرب وفرنسا هي روابط صداقة قوية ودافئة، والزيارة الأخيرة لرئيس هولاند لطنجة واستقباله من قبل جلالة الملك بحفاوة وصداقة أضفيا إشعاعا جديدا على العلاقات بين المغرب وفرنسا. هذا الملتقى بمعهد العالم العربي يستحضر هذه العلاقات التي تمتد من القرن الثالث عشر وحتى يومنا هذا، فهو تذكير ببعدها التاريخي واستمراريتها ومستقبلها. المجتمعون أكدوا أيضا أن بين البلدين تشابه على مستوى الخيارات الديمقراطية والاقتصادية والانفتاح والحوار، ويواجهان تحديات مشتركة. من بين هذه التحديات تحدي التنافسية، فنحن بعالم باتت فيه المنافسة أكثر حدة، وتحدي التنمية المستدامة، فكوكب الأرض في خطر ويتعين تقليص الانبعاثات الغازية والتوجه في شكل أكبر نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق، فضلا عن التحدي الأمني.